اهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وثاني حلقات الاهلي في المونديال. لما نقول برنامج الاهلي في المونديال يعني بنقول لكل جماهير الاهلي تعالوا على شاشه قناه الاهلي، لان النادي الاهلي هو الممثل الوحيد في هذه البطوله للكره المصريه ولقاره افريقيا. دائما وابدا النادي الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه. بنقول النادي الاهلي يعني سبع او ان شاء الله المشاركه السابعه في كاس العالم للانديه، وكمان رقم جديد لما النادي الاهلي هيلعب امام مونتير المكسيكي، رقم جديد سيضاف في تاريخ النادي الاهلي، هيكون الاكثر مشاركه في عدد المباريات في بطوله كاس العالم للانديه. طبعا يعني حضرتك لعبت في كاس العالم للانديه وانا لعبت في كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه مختلف، تحس ان انت دايما او انا ما لعبتش قبل كده في كاس العالم للمنتخبات، ولكن حسيت ان انا لعبت في كاس العالم للمنتخبات لما لعبت مع النادي الاهلي. انا لعبت مرتين في كاس العالم للانديه، وحسيت ان واحنا في اليابان لو تفتكر طبعا هذه الايام اليابان وش السعد، اليابان وش السعد بالفعل، وكانت ايام جميله جدا وستظل دائما ايام جميله. يمكن الظروف اليومين دول صعبه جدا يا اسامه في ظل غيابات كثيره جدا، ولكن كلمات الكابتن محمود الخطيب امبارح في تصريحاته اللي قالها ان مصر اولا، كلمات مهمه جدا، علشان كانت في ناس خلال ما قبل هذه الفتره وما قبل هذه التصريحات كانت دائما بتقول ايه، يعني كانت بتزايد بشكل او باخر على النادي الاهلي، وانت احد نجوم شاشه قناه الاهلي وكنت دائما بتدافع عن هذا الامر، وكلنا الحقيقه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. كلمات الكابتن خطيب عن انه مصر اولا هي الاساس اللي هنمشي عليه، او هي الاساس اللي دايما بنبني عليه خلال الفتره اللي جايه يا استاذ. لما بنقول مصر اولا احنا مش بنقولها كلام، ده احنا بنقولها بالفعل. النادي الاهلي دايما هو زي ما احنا بنقول النادي الاهلي نادي الوطنيه. نادي الوطنيه علشان احنا بنشوف النهارده النادي الاهلي اللعيبه المهمه اللي هي كانت ممكن النادي الاهلي محتاجها في الوقت ده، لا، النادي الاهلي بيفضل مصلحه منتخب مصر اولا في بطوله مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره امام الكاميرون، مباراه صعبه لكن عندنا رجاله قدها وقدود. قبل كده شفنا في الاولمبياد بطوله ما كانتش مدرجه تحت الاجنده الدوليه، كان ممكن النادي الاهلي يستعين باللعيبه بتاعته، لكن النادي الاهلي بيفضل برضه مصلحه منتخب مصر الاولمبي. كان موجود عناصر مهمه جدا، شفنا وقتها محمد الشناوي احد الركائز الاساسيه، اكرم توفيق، يعني مش عايز انسى اللعيبه. والنادي الاهلي يا كابتن اسلام يعني سبب فقد الدوري السنه اللي فاتت برضه هي حته النادي الاهلي بيضحي عشان مصر. فاحنا لما بنقول النهارده مصر اولا، النادي الاهلي فعل قبل ما تكون كلام، او زي ما شفنا امبارح الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته يقول مصر اولا، فعلا بيضرب المثل بالفعل قبل الكلام. طيب.